متتبعي الكرام ديالي، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواش مبروكه ان شاء الله، بالصحه والسلامه يا ربي، ونكملوا هذا الشهر ان شاء الله بظروف جيده. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الشلاضه ديال الجرده، كتجي غزاله غزاله غزاله، بياس مونتي ديال تحميره الوجه. يمكن اي واحد يصيبها، كل شيء عندنا في البيوت ديالنا، ونتمنى تجربوها. اما الشكل والمذاق غزالين، والشكل كيفتح الشهية، ونتمنى تحطوها في الطبيبة ديالكم في هذا رمضان. تابعوني أحبائي الكرام. متتبعي الكرام ديالي، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الشلاضه ديال الجرده كما كنقولوا. ولكن الشلاضه سبيسيال، هذه زوينه، غادي تجي زوينه. الشكل ديالها والمذاق ديالها، اسمحوا لي انا ما بغيتش نبقى نسلق قدامكم، كل شيء كيعرف يسلق الخضره. هنا درت بطاطا سلقتها، ودرت معاها شويه ديال الملح والبزار، وغادي نزيد معايا المايونيز. هنا درت لي بات، ولا ديروا الروز، ديروا اللي بغيتوا. درت هاد النجيمات انايا على ودي، جايين عندي الضياف والدراري كيبغيو هاد لي بات. هنا الخس اولا سلطه فيغ تقطعت طريفات صغيورين هكايا. هنا البابا مقطعه طريفات صغيورين، درت معاه شويه الملح وشويه البزار والمايونيز. هنا الكرم او ليشو قطعته طريفات صغيورين، درت معاه المايونيز. خيزو توا حكيته هكايا، الحكاكه ديال خيزو، ولا عندكم هذيك الغاب ديال الكتريك ديروها. درت معاه شويه الملح البزار المايونيز. الخيار حتى هويا كذلك توا حكيته هكايا، ودرت معاه شويه الملح والبزار والمايونيز. ودرت هنا واحد سته البيضات مسلوقين، حكيتهم بالصفر ديالهم، حكيتهم في الحكاكه هكايا. المهم غادي نبداو هنايا. انا عندي هاد لي بات، انا غندير معاها مطيشه مقطعه طريفات صغيورين، والكورنيشون مقطع طريفات صغيورين، كيجي واحد المذاق غزالي. هنا وغادي نزيد معاه المايونيز. صافي، وكنخلطها. من بعد نخلطها نرجع معكم البطاطا. البطاطا هي كما قلت لكم مقطعه طريفات صغيورين، غادي نزيد معاها لي زيبينار مقطعين طريفات صغيورين. اللي ما عندوش لي زيبينار يدير قزبره معدنوس، وتا هي غادي نزيد معاها المايونيز. نخلط لي بات ونخلط المايونيز ونرجع معكم. ودابا نرجعت معكم، هانتوما ها البطاطا. ما عندكمش هاد لي زيبينار ديرو قزبر معدنوس، تا هو كيجي زويون. وها لي بات، كتجي واحد المذاق ديال الكورنيشون احبائي الكرام، اختياري. انا خديت طبسيل، نتوما بغيتو الشوا ديالكم كيما بغيتو تزوقوها زوقوها. انا غنديرها في هذا المول هذا ديال الحلوه، خديت طبسيل هكا داير. بسم الله، غادي نبداو دائما بالخص. ها هو مقطع طريفات صغيورين، كسرحوه، كتجيبو المول كتقادوه في الوسط. سمحوا لي انا راه كنخدم بيديا احبائي الكرام، ما تضحكوش عليا. حتى هذه راه خلطتها بيديا، لي بات كنخلطها بيديا. راه المعلقه ما كتخلطش مزيان، الهلا يخطي اليد علينا. اليد كتخلطها مزيان، هذا الشيء ديال الشلاضه ولا اي حاجه بغيت تخلطوها. انا كنخدم دائما بيديا متبعي الكرام ديالي. ودابا ها بطاطا غادي نفرشها فوق الخص. اولا سلطه، كتحاولوا كتجيبوا الجناب هنايا، هنا كندير هاد الخرم تا هو زويون. المهم كنسرحو وكنديرو بيدينا هكا. كنجيب لي بات، ما عندكمش هاد لي بات ديروا الروز. لي بات عرفتوها هي المحبه ديال الدراري، تيبغيوها. وديروا بيديكم هكا يعني وركو، اللي ما يعرفش يخدم بيديه يدير معلقه، كاينش المشكل. انا كنخدم بيديا. نديروا فوق منها شويه الفرماج، غير شويه غير شيشه، هانتوما غير رشيشه، كتعطي واحد المذاق غزال فهاد لي بات. الخيار راك عرفتو كيطلق الماء،
صفوه شويه هكا. نفس الشيء تاني، غير هذا الخيار هانتوما كتشوفوا، صفيوه. وكنزيد لها الباربه، كتجي جميله الباربه ما شاء الله، كتجي زوينه. هكايا وغنزيد واحد شويه ديال الفرماج، وهنا غنزيد الكاروت او الخيزو. نديرو شويه الفرماج تاني، وكنزيد هذاك البيض. شوفوا كيجي واحد الكولور زويون. باش كنفيني بيه وهنا نرجعوا للفينيسيون. ثم كما حبيتوا المتبعي الكرام ديالي تخليوها حتى هكا مزيانه، كندير واحد رشه ديال الخص على شكل ديال الوريضه. كتخليو داك القليب ديال الخص طوماط سوريز. الزوار كتبقى لكم المتابعين الكرام ديالي، ديروا كما بغيتوا. انا غنكتفي هكا بهذا الشكل، جغزال ما غنزيد عليه حتى حاجه، صافي. وقت يبقى لكم المتابعين الكرام ديالي، انا غنحيد لهاد المول بسم الله، نحيدو عيب بشويه. واش كنديرها في الثلاجه تبرد؟ بسم الله توكلنا على الله ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله كتجي غزاله ديال تحمير الوجه. انا غنهز التليفون ونقربو لكم باش نشوف لكم، نوري لكم ليطاج، نوري لكم كل شيء. سهله يعني، عندكم ما بين تسلقوا الخضره وشي الاخر تقريبا ساعه الا ربع بين تسلقوا الخضره، والخضره خاصها تبرد، وهذه ولا كنتم مزيرين عليها سلقوا الخضره في الليل وجدوها ما كاينش المشكل. انتم احبائي الكرام نتمنى تجربوها، شوفوا شوفوا ما شاء الله. شوفوا كي جات روعه ما شاء الله. وداك البيض خليوها باش كيجيكم بحال شي وريضه هكا ديال الربيع، واقتصاديه وكلشي عندنا في البويض ديالنا. ونتمنى تجربوها احبائي الكرام، ولا عجبتكم ما تنسونيش باللايكات ديالكم واللي جام لي كومونتير زوينين ديالكم. وتنقول لكم الى الحلقه القادمه ان شاء الله، مع السلامه. ميرسي بوكو، ميرسي.